نورويج بلد رقم واحد. Let's go. Touchdown. Oslo, Norway. هسه طلعنا من الترين ستيشن. شكد حلو. جميل جميل جدا جميل. هذا طريق المشي للفندق مالتنا. بعيد، احنا بعد 4 دقائق هسه عن الفندق. هذا الفندق اللي راح نزلنا بيه، راح نقعد بيه يومين بأوسلو. قديم بس الستايل مالته كلش حلو. هاي غرفتنا، شباك من هناك قعدنا بيه. احلى زارة شايفتها في حياتي. أوسلو هي عاصمة النرويج. احنا فندق مالتنا كان طبعا بقلب أوسلو، فما اكو داعي اجر سيارة او شيء، بس انه نمشي وما شفنا جزء بس صغير من عندها. هم احنا باقين يومين، باكر تجينا السيارة، باجرين سيارة باكر وراح نروح. بس شفنا جزء صغير، وهالجزء يعني كلش حلوة. المدينة كلها طاقة وكلها بنايات قديمة، وهي بلد الفايكينجز. طبعا هالمدينة عجيبة بالورد، الورد بكل مكان وكل الالوان وكل الانواع، يعني ما تقدر ما توقف يمه وتصوره. احنا حاليا في فيجيلاند بارك بوسط اوسلو. هذا البارك جدا مشهور، يزوره تقريبا 2 مليون زائر بالسنة. هذا البارك من اعمال الفنان والنحات جوستافا فيجيلاند، اللي هو نحات نرويجي أو نحت هذا البارك خلال مدة 5 سنين. كل المنحوتات اللي فيه تجسد واقع حياة من الذكر والأنثى والأطفال والعيشة مالتهم، وتجسيد لقطات زمنية. البارك رائع، ببارك عملاق من أقدم الباركات بأوسلو، بلس بهواية حدائق وهواية ورد، وجميل جدا جدا جدا. غوستافا فيجيلاند، وأكيد كوما ورد. وبعد ورد لون الأصفر، هنا أنا برعاية لون الأصفر والسن فلاورز، ورد عباد الشمس أنا كلش أحبه. باع عينكم أسمد برعاية الورد نوروي. وهاي البناية تجنن، وباع المكان باع وراك. شنو البناية؟ Did you see that? واو. وهسه راح نعبر على شارع هناك كله عبارة عن ممشى مال ورد. يلا جاهز؟ طبعا بس المشي الرصيف مال النرويج. بعد جمال جمال الورد. ايه الجمال ده. هسه الساعة بالعشرة بالليل والدنيا بعدها نهار. Live from Oslo. يا كل من أوسلو حالياً. يا الساعة 10 بالليل. صباح الخير من النرويج، سابع أغنى بلد بالعالم، ويعتبر من أسعد البلدان بالعالم همينة، لأنه الناس كلهم سعداء. الإدوكيشن والدراسة عندهم كلها بلاش، وعندهم الهيلثير الصحة هم كلها بلاش. فبس باع الجمال. كنيو باع اليوم مطر، بس اليوم عندهم مطر، بس الجو كلش حلو. وهسه راح نروح نتمشى نشتري سيم كارد، لأن سيم كارد ضروري. Let's go. محل ورايا
ماركت صغيرة. كلش أحب السوبر ماركتات الصغيرة موجودة بأوروبا. إحنا يوجولي نشوف أنا وحسن بتركيا من نروح السوبر ماركت، كلش بسيط. طب تأخذ الحاجة اللي تريدها وتطلع، يعني ماكو داعي تفوت تفتر تمشي تمشي كوما. مثلا احنا عندنا وول مارت بامريكا، وول مارت او فريد ماير او فرايز او سيف واي كبار، مرات يعني واحد يدوخ يطبي المكان. هاي السوبر ماركتات الصغيره انت كلش حلوه، كل شيء عندهم وسمبل سمبل بسيطه. الشيء الوحيد اللي هنا امريكا موجود 7-11. منتجي لهيك اماكن لازم تاكل ستريت فود، يعني اكل ما شارع اللي يكون رخيص وطيب. ليتس جو، يلا هنطب جوا. هذول عندهم ميني برجرز، يعني برجر صغار. سولكراوت، هذا المحل اسمه سولكراوت، يعني طريقة الحليب، طريقة قديمة للتجارة، يعني مو أبو رأس. هذا الحرس الملكي الخاص، لأن هذا اللي ورانا هذا القصر الملكي النرويجي اللي حاليا عايش بالملك، فجينا جاي نسلم عليه. هلو ملك، صباح صباحك الله بالخير. حاليا رايحين المطار حتى نجيب السيارة التاج الإيجار. راح يعطونا سيارة صغيرة، توقعاتي راح تكون كلش صغيرة بحيث حتى الجنطة ما راح تفت بالسيارة. Let's hope so. شلون راح نروح؟ طب الحديقة مال الملك، بس لحد هسه ما نعرف شلون طلع، فيمكن نضيع اكثر. بس ضايعين بهالمكان الحلو. سو يا ريت لو نطلع القطار حتى نوصل. اوه لازم نطلع القطار حتى نروح نجيب السياره، لان طريقنا 5 ساعات. وطبعا ما نقدر ننام بالليل بسبب اختلاف الوقت، وقت امريكا يختلف عن وقت اوروبا. فما نقدر ننام، صار مش كم يوم ما ننام بالليل، ننام بس ساعتين او 3 ونرجع نقعد. طريق 5 ساعات سياقة. Ready to go? Yes. جاهزين نروح هاي الغرفة. الغرفة كانت أحلى من أحلى الغرف اللي بالفندق طانا إياها. الفندق على بوجت، يعني يكون رخيص وحلو. وهذا كان قاعد بالفندق اسمه فيتلي لاد لارسن، صحفي وكاتب نرويجي مشهور جدا. هذا كان يبغى علينا الليل كله من إحنا نايمين بالغرفة. وهذا المنظر من هذا الشباك الجميل. باي باي أصلا، see you later. هذا اسمه الناشونال ثياتر، يعني المسرح الوطني مال أصلا، اللي أصلا فيها محطة مال القطار اللي هسه راح نروح لها. هسه راح نطب محطة القطار. Let's go. صار لنا ساعة نمشي. جاهزين نستكشف أماكن جديدة وحلوة؟ Yep. Let's go.